ورجعنا لكم تاني، ويمكن احنا طول النهار عاملين بنحتفل، او من ساعه ما بدانا اليوم بنحتفل بعيد الام، وبنشوف الحاجات اللي نقدر نفرح بيها امهاتنا. بنقعد ننبه كمان ان احنا ما نقعدش نكتب على شبكات التواصل الاجتماعي حاجات اوفر قوي علشان الناس او الابناء اللي فقدوا امهاتهم. ولكن في الوقت ده احنا لازم كمان نفتكر ناس تانيين، امهات الشهداء اللي استشهدوا بحياتهم عشان خاطرنا، اللي دفعوا عن الوطن. الأم اللي ربت ابنها وكبرته وخلته عريس قدامها علشان يروح يقابل مصيره المجهول وهو بصدر رحب، وهو يعني سايب وراه ذكرى خالدة. الموضوع مش سهل، الموضوع فعلا صعب شوية، علشان كده أنا عايزة كل الناس مش بس يقولوا لمامتهم كل سنة وانتم طيبة يا ماما النهاردة في عيد الأم، ولكن برضو نبص لأمهات الشهداء ونقول لهم كل سنة وانتم طيبين. كل سنة وانتي طيبة يا مدام عفاف. انتي بألف صحة وسلامة حبيبتي. مدام عفاف عبد الغني، والدة الشهيد عقيد تامر العشماوي. الله يرحمها. نهارك سعيد يا فندم. أهلا بيكي، نهارك سعيد. طبعا مهما قلنا لك ومهما يعني عملنا لك إيه، ما حدش هيبقى حاسس باللي انتي حاساه زيك. في البدايه كنت عايزه اعرف انتي ربيتي ابنك الشهيد ازاي؟ والله الحمد لله، يعني ربنا طبعا كان معايا في تربيتهم، لان هو تربى يتيم، والده الله يرحمه توفى وهو عنده 11 سنه، وهو واخوه كان معايا ليا ابن تاني برضو مقدم يعني شرطة. هما الاثنين في هما الاثنين شرطة الحمد لله. فالحمد لله بقول لحضرتك ربنا ربهم معايا وقدرني على تربيتهم، على ربيتهم على الحب، حب الأهل، حب العمل، حب الوطن، حب هم الجد والاجتهاد. هم صغيرين في جواهم المبادئ دي وحب الوطن، وهم صغيرين وهم لسه في المدارس، يعني حب الوطن وحب العمل، حب العمل وحب يعني تحمل المسؤولية، حب كل حاجة حلوة يعني الحمد لله. وفوق ده كله أو قبل ده كله حب ربنا سبحانه وتعالى وحب الدين. فهو الحمد لله كان متدين جدا، وكان شهم قوي، لي طلعة جميلة، كان يعني يحب العطاء لدرجة كبيرة جدا جدا. احنا مش عايزين نعيط النهار. لا مش هنعيط ان شاء الله. الحمد لله، والله انا هو معايا على طول وفي كل وقت، ومن يوم الشهادة بتاعته وهو يعني معايا يعني اداني كتير قوي قوي يعني في حياته طبعا، لان هو كان حبي وصديقي وابني وجوزي، ويعني وكان كل حاجه بالنسبه لي، لان هو كان الكبير. فكان قريب مني جدا في كل شيء، كان يعني اقول لحضرتك كل حاجه كان هو يعني. حتى اقول لك ايه، كنا بن بن بنعمل ميزانيه البيت مع بعض، بتستشيريه في كل حاجة. لذلك هو طلع يعني متحمل مسؤوليه جامد جدا، بيحب يعني يحب يدي رايه يعني وياخد رايك ويدي رايك، يعني كان ايه يعني عارفه قبل ما يستشهد كنت حاسه كان قلبك متوروش؟ هو من اول ما راح العريش انا كنت بشتغل في العريش وما زلت بشتغل في العريش، بس هو من اول ما راح، لان هو راح 2014 2015 راح 2015، فيعني كانت الدنيا هناك مش متظبطه قوي،
بس يعني كان طبعا الواحد خايف، يعني انت عارفه حضرتك الـ طبعا الـ يعني حتى من كلامك الاجواء بسمعه وكده، فاكيد طبعا كنت خايف. لا، وانا كنت موجوده في قلب الحدث زي ما بيقولوا. فالحمد لله برضو يعني كان الواحد دايما بيدعي ربنا ان هو يحافظ عليهم ويكفيهم شر كل مستخبي ويبعد عن مصر كلها، مصر الحبيبه، كل شر. ولغايه ده اجل، وهو كان مؤمن بان لكل انسان اجله مكتوب ومصيره محتوم. كان دايما دي كلمه ليه، يعني دايما كان يقول ان الانسان دايما اجله مكتوب. لما كنت اقول له والله الواحد خايف والواحد يعني صعب قوي الحكايه دي، ويا رب بقى المرحله تخلص والفتره بتاعتك تخلص عشان ننزل وكده، فكان يقول لي لكل اجل كتاب لكل وماما اجل ما كتاب. تخافيش. احنا معانا دلوقتي اتصال تليفوني، واعتقد انها تبقى مفاجاه بس لحضرتك. معانا على التليفون دلوقتي المقدم حاتم العشماوي ابن حضرتك. الو أخوه الو سيادة المقدم، الو الو. ألو ايوه سامعين حضرتك يا فندم. ألو حضرتك معانا على الهوا. ألو سيادة المقدم، احساسك ايه بعد ما فقدت اخوك الشهيد العقيد تامر العشماوي؟ يعني هو الحمد لله ربنا كرمني. تحب تقول ايه للست عفاف، مدام عفاف يعني، وهي معانا النهارده في عيد الام، تصبرها بايه؟ حضرتك معايا؟ تقول ايه لمامة حضرتك، لوالدة حضرتك مدام عفاف النهارده في عيد الام، تصبرها بايه؟ معلش واضح انه في يعني مشكله فنيه في الخط، هنحاول نتصل بحضرتك تاني لان الصوت مش وصل لنا هنا للاستوديو او وصل بشكل متقطع. يمكن ربنا يعني معوضك بحاتم اهو. الحمد لله. هو تامر حبيبي كان الله يرحمه كان ابو حاتم، كان صديقه وابوه واخوه وكان كل حاجه لي، فهما الاثنين كانوا مدام عفاف حته واحده. وعدتيني ان احنا مش هنعيط النهارده، احنا بنحتفل عشان حاتم. لا مش هعيط ان شاء الله. فكان كل حاجه بالنسبه له، كان لان في فرق بينهم 4 سنين. فكان تامر من يعني حنين جدا جدا، ما عندكيش فكره كان حنيته. سبحان الله، كان ربنا منزل في قلبه حنيه رهيبه جدا، درجه كل الاطفال اللي في السن الصغير كانوا من العيله يعني كانوا يحبوه جدا ومتعلقين بيه جدا. يعني لو غاب او في اجتماع من ليله وهو مش موجود، ولو انه كان دايما الحاضر الغائب. يعني احنا عرفنا تاني نتواصل مع سيادة العقيد حاتم العشماوي، يمكن دلوقتي خط الاتصال التليفوني يبقى اوضح. الو سيادة العقيد، الو الو سيادة العقيد حاتم العشماوي، حضرتك معانا على الخط. الو الو سمعنا كده احسن كده، احسن بكتير. سيادة العقيد تقول ايه لماما عفيف النهارده، تصبرها بايه؟ لا ما يصبرنيش، هو عارف ان انا صابره الحمد لله، هو عارف متاكد ان انا صابره جدا جدا، والحمد لله ده يعني ووجوده معايا طبعا حاتم وتامر برضو. تامر موجود معانا احنا الاثنين على تامر طول. تامر كان بالنسبه لك ايه يا سيادة العقيد؟ ايه؟ تامر كان بالنسبه لك ايه؟ مين؟ سامعني حضرتك؟ ايوه
بقول تامر، يعني سيادة العقيد تامر كان بالنسبة لحضرتك ايه؟ كل حاجة يعني مش تمام يعني، ملوش مقياس تامر عندي يعني. ايوه و يعني لولا فضلها هي، تامر كرمها هي. صوت وحش. بشكر حضرتك جدا سيادة المقدم حاتم العشماوي. مدام عفاف، تتمني ايه يعني تشوفي حاتم عامل ازاي دلوقتي؟ يعني تتمني له ايه فايدة الأم؟ حاتم أتمنى له كل سعادة، وربنا يحافظ عليه هو وكل اللي زيه. وأتمنى له طبعا ربنا يبارك له ويجعله كده إن شاء الله، ربنا يوقف له ولاد الحلال في كل زمان وفي كل مكان، ويسعده ويقويه على تربية كمان أولاد تامر، لأن تامر عنده ولدين، واحد عنده 14 سنة وواحد عنده 10 سنين. فبتمنى ربنا يقدرك برضو ان انت تساعدي في تربيتهم زي ان شاء ما الله. ومامتهم الحقيقة مش مقصرة معاهم ابدا، ربنا يديها الصحة يعني ويقويها عليهم، واخدة بالهم منهم مدارس ودروس وكل حاجة حلوة فيهم هما الاثنين الحياة يعني. يا مدام عفاف، يعني انت المفروض في عيد الام احنا اللي نقدم لك هدية، ولكن انت قدمت لنا وقدمت للوطن احلى هدية، الحمد لله الحمد لله. ومهما شكرناكي مش لا هنعرف يا نشكرك حبيبتي ازاي. العفو. انا احنا بنتمنى يعني النصر ان شاء الله، وكل شيء فداك يا مصر. وانا لو كنت انا مقدمة او قدمت انا وكل ام لمصر ولادنا أو فلذات أكبادنا، فدي حاجة يعني بالنسبة لمصر ووطننا حاجة بسيطة جدا جدا. وأتمنى إن احنا نكون يعني يكون فعلا ده حاجة بالنسبة لنا، يعني تضحية لمصر وتحيا مصر، وكلنا فداك يا مصر. وربنا إن شاء الله يكرم مصر ويزودها كمان وكمان، والنصر مدام عفاف قريب. عبد الغني، زي ما انا قلت لك احنا مش هنقدر نقدم لك اي هديه، ولكن ربنا يخليك مصممه مش فاهم. الهدايا شيرين مهران في الحقيقه يعني، وهي بتختم الفقره قالت ان الهديه اللي هي عملتها بايديها دي طبعا دي يعني ميرسي هي يا حبيبتي، نفسها تقدم ربنا لك حاجه اكبر، ولكن هي الله اللي يخليك. تقدمها لك. دي شكرا جزيلا بنشكرك يا جدا، حبيبتي. وكل سنه العفو يا وانت حبيبتي، طيبه. وانت بألف صحه انا وسلامه. اطلع لفاصل ونرجع لكم تاني انا وفاتي بختامي.